أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا كتاب التوحيد أساس المعارف الإسلامية القرآنية، أساس جميع معارف القرآنية، الذي أشرنا إلى أننا سوف نعقد مقارنة بينه وبين المصادر التي أخذ منها. هذا بداية الكتاب، هذه بداية الكتاب. أخذ من الجزء العاشر في صفحة 136، من الجزء العاشر، هذا الجزء العاشر من تفسير الميزان، في هذه الآية القرآنية، هذا الكلام هو هذه الآية القرآنية التي هذا المقدار، هو هذا المقدار اللي طالع أمامك، هو هذا نفس المقدار هنا من قوله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذا الكلام أخذه من هنا أيضا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصفحة التي تليها، هذه الصفحة التي تليها اللي هي صفحة 737، هذه الصفحة التي تليها، هذا أيضا، حتى قوله في هذا في توحيد من دون توحيد خالص، هذا آخر كلامه، هذا هنا في من دون توحيد خالص، هذا آخر شيء اللي هو مغيره بسوية التوحيد الخالص. طبعا هذا المقطع الأول. المقطع الثاني أيضا بعد ذلك يرجع إلى صفحة 134 135، هذا الكلام اللي هو بأن جميع معارف الدين، هذا طبعا يأخذ منا بأن جميع معارف الدين، هذه كما هنا واضح، جميع معارف الدين المختلفة من أصول المعارف والأخلاق الكريمة الإنسانية، هذا كله طبعا هذا يأخذ من هذا المكان، من هذا المكان في البداية هذه. ثم بعد ذلك هذا إلى قوله توحيد الإسلام، هذه كلمة توحيد الإسلام. طبعا هنا في هذا المكان يوجد سقط، سطر كامل هو ناسي يأخذه. طبعا الكلام ما مستقيم ما مستقيم الكلام، ولذلك هو صار عنده سقط سطر كامل. ثم بعد ذلك ينتقل من الجزء العاشر إلى الجزء الرابع في صفحة 109، من الجزء الرابع هذا اللي هو هنا يأخذ هذا الكلام، هذا ارتباط جميع الأجزاء، هذا ارتباط جميع أجزاء هذا الدين ارتباطا يؤدي إلى الوحدة التامة. هذا الكلام شوف المظلل، طبعا التضليل هنا بهذا الكتاب لأنه ورقة قديم، فلذلك عندما نضلله يصير اللون باهت، يعني ما يكون واضح مثل الكتاب السير الحيدري. هذا أيضا بعد ذلك ينتقل إلى آخر الكلام، حتى قوله يصعد إليه الكلم الطيب، هذا آخر شيء. ثم بعد ذلك ينتقل الكلام إلى الجزء السادس، ينتقل الكلام إلى الجزء السادس، يعني هذا الكلام بعد ذلك ينتقل إلى الجزء السادس اللي هو الجزء السادس، صفحة 217 صفحة 217 من الجزء السادس. هذا الكلام يجي هنا لأنه الكلام ينتقل يأخذ من هذا المقدار. طبعا هذا الكلام شوي بتغيير، ولكن هو نفس الكلام، يعني حاذف بعض الكلمات ومغير بعض الكلمات، ولكن هو نفس الكلام من دون أدنى شك، هذا هو نفس الكلام. طبعا هنا أنا أكون نقص، يعني هذه بعض الكلمات محذوفة هنا طبعا من بالوسط، بعد ذلك لا، هو نفس الكلام يستقيم مع الكلام السابق. بعد ذلك بالصفحة التي تليها هذا يبدأ الكلام من الصفحة رقم 9، من صفحة 104، هذا من الجزء السادس، صفحة 103 و104، صفحة 103 و104، هذا كلام اللي هو مكتوب بحث تاريخي، هو هنا مسوي شنو؟ مسوي مقدمة تاريخية. هذا يبدأ الكلام من هذا المقدار، ثم بعد ذلك ينتقل للصفحة الرابعة.
واضح؟ ينتقل للصفحة التي تليها 104، وطبعا ينتقل بهذه الصفحة إلى أن يصل إلى هذا المقدار، يقدر هذا المقدار. بعد ذلك ينتقل إلى، يرجع إلى صفحة من نفس الكتاب، إلى صفحة 86. يجي هنا هذا المقدار اللي هو الآن الماخذة، هذا المقدار اللي هو الماخذة، اللي هو اختلاف مراتب الناس، اللي هو عنوان الأصلي هو كلام في معنى التوحيد في القرآن. هذا شوف كلام لا يرتاب الباحث، كلام في معنى الترتيب، معنى التوحيد في القرآن. هذا الكلام يأخذ منا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصفحة التي تليها اللي هي صفحة 87. هو هنا أيضا ينتقل، هنا أيضا، وهذا هو نفس الكلام اللي هو بالصفحة التي تليها. ثم بعد ذلك ينتقل إلى صفحة 188، هذا التكملة، عفوا صفحة 88 هذه التكملة أيضا إلى صفحة